10 دقايق هنقضي مصلحة ونمشي على طول. أنا لقيته مجنون في كل حاجة. أنا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها إلا حاجة واحدة. دعتني مكانه صح. من النهاردة مفيش حكومة. أنا الحكومة. أنا الحكومة. This guy, he was the best stuntman in Egypt when I arrived here. إمكانياته الجسدية وفي نفس الوقت ملامحه ورياكشناته بتديك الإحساس إنك فعلاً أي مخرج يقدر يقول والله إحنا ممكن نعمل المشاهد الصعبة دي. أستاذ فريد شوقي كان آخر واحد في السينما المصرية يعبر عن جيل بيحب الأكشن. وبعدين ابتدى السقا يبين إن في أمل إن الواحد يخش في الدراما الجديدة دي كأكشن مش موجودة في السينما المصرية. طور الحتة بتاعت الأكشن وكان بيسعى دايماً حتى بيتنازل عن أجره عشان الأكشن يكون صح. السقا الحقيقة هو اللي شجعني إن أنا أخرج لأن أفريكانو أول إخراج ليا. أنا ما كنتش متخيل إن في ممثل مصري هيتشجع مثلاً إنه ينط من فوق شلال وينط في المية. دي درجة جنون أنا ما كنتش متخيلة إن هو واصل لها. One of the highlights for me was on an Egyptian movie, Ibrahim Laviad. I wanted to do a body burn. Now, at this stage, this was 2008, there'd been no full body burns done in Egypt. We didn't have the right gels, we didn't have the right equipment, but I just had this feeling this guy could do it. We took the decision to let Sa'a actually do a body burn. Dropping the Molotov cocktail onto him, this guy catches fire, he stands up. There's flames all around his head, the camera's on his face, and you see this Egyptian superstar on fire. There's no tricks, there's no doubles. This is maybe one of the best shots I've ever done in my career. هو خلق لنفسه نوع اكشن واجبر المنتجين على انهم يصرفوا على افلام مبالغ كبيرة جدا في الاكشن. بتكسر عربيات بجد، بتجيب فيوزات من بره، بتجيب الستانت كوردينيتور اللي هو يعمل الحركات كلها بتاعت الاكشن من بره. فبالتالي ابتدينا نوزع اكتر، ابتدينا نخلي طاقة الفيلم اكتر. احمد السقا راجل خريج معه فنون مسرحية، بيحب التمثيل. احمد السقا مش ممثل اكشن بس، فنان تقدر تشتغل بيه اكتر من لون. بيحب الكاركتر بتاعه، بيحب يشتغل على الشخصيه. His mind is super strong and I think that is why he's able to do what he's doing now for so long. الف الف مبروك يا احمد على التكريم. Love you my man and keep going. وحشتنا وتستاهل اكبر تكريم، بنحبك قوي قوي، ربنا يخليك.